شمس السودان التي لا تغيب. في مؤتمر صحفي أوضحت إدارة قناة الشروق عن الضرر الذي لحق بها جراء الإجراءات الأخيرة وتوقفها عن البث وأرجعت الديونات للأسباب الاقتصادية التي تمر بها البلاد. مؤخرا ارتفاع سعر الدولار، عدم وجود الدولار بالسعر الرسمي وهكذا، أدت لتراكم المديونات، وهذه يعني مصرنا ما حالة شاذة ولا نشاذة، هي معروفة. نحن لنا رعايات، نعم لنا شراكات، نعم، ولكن في الفترة الأخيرة تأثرت هذه الشراكات وتأثرت حتى الإعلان، تأثر كثير جدا، دي ظروف معروفة للناس كلهم، وحصل لنا شح حقيقة، وبذلك نحن لازم نسعى نمشي. الحمد لله ما وقفنا، بالذات في الفترة الأخيرة كل هذه المسائل تحملها، يعني كل نقص يحصل لنا مرتبات وخلاف وتحمله الأخ أستاذ جمال الوالد عبر مكتبه هنا في السودان، وصحيح إن هي حصل بعد ذلك تنازل. أسئلة كثيرة هي التي تحتاج إلى إجابات من الأطراف كافة، خاصة في ظل سيل المعلومات المتعلقة بالقناة. لماذا نحن الآن بصدد مؤتمر صحفي؟ نحن الآن بنحضر هذا المؤتمر الصحفي لأنه ما جرى لقناة الشروق هو مجرد محاكمات إعلامية. نحن كإدارة تنفيذية منذ أن صدر قرار الحجز على حسابات القناة بصورة حتى الآن لم تتم مخاطبتنا بصورة رسمية كإدارة قناة الشروق. اثنين، حتى هذه اللحظة نحن لجأنا للإعلام لأن الطرف الآخر كل بياناته بتقدم فيها بتقدم فيها طريق الإعلام، ما في مكاتبات بيناتنا، ما في خطوط تواصل بيناتنا، ولذلك نحن أردنا عبر هذا المؤتمر الصحفي أنه نقول للرأي العام. بالأمس لجنة التفكيك بتتكلم عن تعيين مراجع عام للمؤسسات تم إغلاقها، وأمس عقب نهاية المؤتمر الصحفي مباشرة أنا سألت واحد من محدثين المؤتمر الصحفي عن ماهية المراجع واسمه وتلفونه وحاجينا متين، ما لقيت إياه. حتى هذه اللحظة نحن مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، يفترض يتم التعامل معنا بكلام مكتوب ونرد على كلام مكتوب، كما تعاوننا من قبل مع لجنة شكل المجلس العسكري برئاسة فريق. الآن نحن هذا المؤتمر الصحفي لنعلن أننا جاهزون للتعاون مع أي جهة ذات شخصية تعين حكومة السودان دائرة أي معلومة بشأن قناة الشروق. حتى المتداول من معلومات وعود لها الآن، حتى الآن مؤتمرين صحفيين من السيد وكيل الإعلام، في كلام كثير قال عندنا عليه بعض التحفظات يمكن نوضحها الآن، لكن ما نحب أن نؤكده أنه نحن وكذلك المالك تواصل مع وزارة الإعلام ومع الحكومة بأن قناة الشروق ليس لديها ميول سياسية لأي طرف، وليست لها علاقة بالحكومة ولا حزب، إنما هي قناة تخدم الخط العام بما يحقق للبلد السلام والاستقرار ويعزز التنمية. عملنا هذا في السابق ومستعدين نعمل ده من الآن، ولكن للأسف الشديد كل المعلومات تم تقديمها تم توظيفها ضدنا، ليس للصالح الإيجابي إنما للصالح السالب، ونحن يعني تضررنا ضرر بالغ من كل الكلام اللي قال
عن انه يعني اخر كلام قال امس في المؤتمر الصحفي انه ما يجري في قناه الشروق عباره عن بلاوي. للاسف الشديد يا فضل الناس ديل بيعتقدوا انه نحن لا عندنا محاسب ولا عندنا مراجع ولا عندنا مدير ولا عندنا اداره ولا عندنا مقر ولا عندنا مبنى ولا عندنا نظم اداريه للاسف الشديد. اذن ما هو رأي الإدارة والمالك فيما يتعلق بالدعم المالي من رئاسة الجمهورية؟ والدعم اللي بيتكلم عنه جاي من رئاسة الجمهورية ما مدسوس. دعم جاي بشركات وطالع بسقف محدد. ما حاجة يعني في الترابيزة. ونحن سألتوا لسلامتنا ولسلامة العاملين في قناة الشروق، لكن أخواننا لما تخاطب ناس وتخاطب المجتمع السوداني بأنه دي قناة أسرد مع الشعب السوداني يعني معناها كلنا نحن الآن كنا مع الشعب السوداني بهذا الاتهام. وتجي تقول في مؤتمر صحفي انه البينه عكسيه، يعني نحن نثبت للناس انه احنا ما اكلنا فلوس. وده اقول حاجه ثانيه يا اخوان، القناه دي منذ تاسيسها وحتى هذه اللحظه نشهد للسيد جمال محمد عبد الله الوالد هو رئيس مجلس الاداره ما شال منها ولا فلس، وانا اظن الكلام ده بقوله ما رجع له ولا فلس. الناس يفتكروا انه القنوات دي بمجلس الاداره بيجتمع كل سنه وبيوزع الارباح على المساهمين، ما في ارباح. القنوات دي خاسره يا اخوان. وبعدين هل الشروط بسمعتها دي وتاريخها الطويل ده كله تستحق كل هذه الشتايم؟ وعلى خلفيه هذه كيف تنظر الاداره للاجراءات الاخيره وتخطط على ماذا؟ وفريق كبير، فانت تقول لي انت كنت تابع للنظام، ده اتهامك وادعاك انا تابع للنظام اسس غنى، وانت الان نظام جدا قفلت غنى. فريق كبير. ولذلك يا اخوانا انا في تقديري انه ما جرى لقناه الشروط هو عمل سياسي، عمل سياسي مدبر ومقصود. اي كلام غير كده نحن كعاملين وكاداره ما مستعدين نسلم للتسهيل على الاطلاق. لكن هم الان بيتكلموا عن المراجع، مرحبا المراجع. امس بعد المؤتمر الصحفي قالوا المراجعين اللي تم تعيينهم للمؤسسات المغلقه هم الان في مواقعهم. جينا هنا ما جينا زول. الليل الصحفي منتظرين ما جانا زول. نتواصل معهم. طيب بالنسبه للمستقبل، بالنسبه للمستقبل يعني مستقبلنا نحن من اجراءات الان في شغل ماشي، شغل قانوني قايم على راسه السيد المالي عن طريق المستشار القانوني، ودي اجراءات الناس حتواصل فيها ان شاء الله الى اخر حد ان شاء الله. العاملون بقناه الشروق يراقبون الوضع عن كثب. الشروق شمس السودان التي لا تغيب.